مشاهدينا، إلى الولايات المتحدة الأكثر تضرراً في العالم من فيروس كورونا من حيث الإصابات، والتي حذر رئيسها دونالد ترامب من أسبوعين مؤلمين جداً جداً، طالباً من شعبه الاستعداد لأيام سوداء. إليك حمود. إذن هبة، أعلن ترامب خلال مؤتمره الصحفي اليومي أن التوقعات لعدد الوفيات قد تصل إلى حوالي 100,000 حتى 240,000 شخص إذا لم يتقيد الجميع بالإجراءات، مؤكداً هنا أن إجراءات الإدارة الأمريكية التي تمثلت بإغلاق البلاد هو ما ساعد على تخفيض الأرقام المتوقعة، والتي كانت من المتوقع أن تصل إلى نحو 2,000,000 متضرر، مطالبا المواطنين والشركات بالتضحية من أجل مكافحة الوباء. وفي ذات السياق، أشاد الرئيس الأمريكي بالجهود في ولاية نيويورك لمواجهة فيروس كوفيد-19. اقتصاديا مشاهدينا، أعلن الرئيس الأمريكي تقديم 52 مليار دولار كقروض للشركات الصغيرة شرط دفعها رواتب موظفيها. أما عالمياً، أكد ترامب استعداده للانضمام إلى المحادثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بشأن أسعار النفط إذا دعت الحاجة، مشيداً بالإجراءات التي تتخذها الدولتان في مواجهتها ضد كورونا. أما على الصعيد الصحي، أكد ترامب أن إدارته ستعطي المرونة للمستشفيات، هذا لاستخدام منشآتها وفق أولوياتها، مضيفاً أنه سيتم توفير المزيد من أجهزة التنفس إذا استدعت الحاجة لذلك، بالإضافة إلى اختبارات لعدة عقارات، ولكنه أكد أن الوقت ما زال مبكرا لنحدد نجاحها من عدمه، لافتا أيضا إلى أن عقار كلوروكوين قد ينجح في الاختبارات لعلاج كورونا. وفي السياسة الخارجية الأمريكية، أضاف ترامب أن إدارته تنظر حظر بعض الدول حين تصبح نقاطا ساخنة و